يلا دكاترة نشوف الثيازوليدين دايونز. عندنا في المجموعة دي دوائين، عندنا البايوجليتازون 15 و30 ملي جرام والروزجليتازون 2 و4 و8 ملي جرام. الفارماكوكاينيتكس الابزوربشن هنلاقي ان الادوية دي بتتاخد اورالي وامتصاصها ممتاز من الامعاء. الديستريبيوشن بيمسكوا بشكل كبير جدا بالبلازما البيومن. الميتابوليزم بيتم عن طريق الكبد للدوائين. البايوجليتازون بتدينا ليس اكتف ميتابولايت، الروزجليتازون بتدينا كومبليتلي ان اكتف ميتابولايت. الاكسكريشن بالنسبه للبايوجليتازون بيتم عن طريق البايل، بينزل الدواء ده في البايل، والروزجليتازون بتنزل في اليورين. وبالتالي هتلاقي ان انت عندك البايوجليتازون خيار ممتاز جدا اذا كان المريض عنده رينال امبيرمنت. الميكانيزم اوف اكشن للادويه دي بتعمل اكتيفيشن لريسبتورز اسمها البابار جاما ريسبتورز. البابار اختصار بيروكسيسوم بروليفيريتور اكتيفيتد ريسبتور جاما. لما بننشط الريسبتورز دي بالمناسبه بتكون موجوده داخل الخلايا داخل النيوكليوس كده، يبقى انت بتزود الاكسبريشن للجينات اللي بيكون ليها دور مهم جدا في الانسولين سيجنال ترانسدكشن، يعني بتزود من الانسولين سنسيتيفيتي على مستقبلاته اللي موجوده في الماسلز والليفر والاديبوس تيشو. يبقى انت تعتبر المجموعه دي انسولين سنسيتايزر، كمان بتكون ايوجلايسيميك لانها ما بتزودش من افراز الانسولين تماما زي البايجوانايدز. الميتفورمين، نقطه مهمه جدا لازم تعرفها، ان البايوجليتازون بتقلل من الترايجليسرايدز، الروزجليتازون بتزود من ال دي ال. الكلينيكال يوزز، بنستعمل الادويه دي لعلاج تايب 2 دايابيتس، ما تعتبرش خط علاج اول، اتفقنا ان البايجوانايدز هي خط العلاج الاول، ولكن ممكن الادويه دي تستخدم كمونوثيرابي طالما ظابطه مع المريض التراكمي بتاعه. كمان ممكن تستخدم في كومبينيشن مع الادويه سواء دبل او تريبل او حتى كوادربل ثيرابي، تمشي امورها كويس جدا. كمان ممكن بنستعملها في علاج البوليسيستيك اوفري سيندروم على اعتبار ان هي بتكون انسولين سنسيتايزرز. المشاكل والاثار الجانبيه للمجموعه دي مهمه جدا. اول حاجه بتعمل فلويد ريتينشن لانها بتزود من الصوديوم تشانل اكسبريشن على مستوى النفرون فتعمل اديما. الحاجة التانية بتزود من الوزن، ليه؟ لأنها بتعمل سولت ووتر ريتينشن وفي نفس الوقت بتزود من تراكم الفاتس في الأديبوس تيشوز. الحاجة التالتة ممكن تعمل أوستيوبروزس مع الجرعات الكبيرة والوقت طويل. البايوجليتازون ليها علاقة بالبلادر كانسر، كمان البايوجليتازون بتكسر الاستروجين اللي موجود في الكونتراسيبتيفز، عشان كده الفيميل لازم تشوف حل تاني. الكونترا اندكيشنز ليها برضو مهمة جدا في حالات الهارت فيلير، ولازم تتشال من خطة العلاج إذا المريض حصل له هارت فيلير بسبب الإديمة دي، بسبب الووتر ريتينشن لأنه يعتبر لود زيادة على الهارت. كمان في حالات الليفر سيروزس ما تنفعش تستخدم. معلومه مهمه لازم تعرفها، ان الروزجليتازون في وقت من الاوقات اتمنعت في امريكا، وكمان هنا برضه في الاسواق العربيه اتمنعت، الى الان ما رجعتش تاني، لكن في امريكا رجعت تاني على اعتبار ان هم قالوا ان الروزجليتازون بترفع من ال LDL فليها علاقه بحدوث الانجينا والمايوكارديال انفاركشن، وبالتالي وقفوها، عملوا ميتا اناليسز وقالوا ان هي ملهاش علاقه ورجعوها تاني.